صلي ثاف في الماس الفسوق فيها واذكر. أعوذ بالله تعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة وسلام يلقان بمقام سيدنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في النبيين، وصل عليه في الملأ الأعلى عندك يا رب العالمين. أيها المؤمنون عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام ربنا في فلون سلم حب حلون كسيس ديقن ولون إن شاء الله سبحانه وتعالى أسقل ذس الجماعة ذس الخير ذا رحمة أن ذعوف ربي سبحانه وتعالى ريو ربي قبير الطاعة إن شاء الله، ريو ربي قبير من الخير، ريو ربي قبير من الدين ذي سزي رب ولون النار ذي جمع ربي شمل النار ذي زدى ربي ثكمة سيارنا إيث مثنين ثمين ذي شفى ربي رمضان إن شاء الله ذي صحل ربي رمضان ذي رحمة ربي وذي موثن ثني جعل ربي نثل الجنة نثل رحمة أو ثني جعل ربي ذي قريب من ثني جعل ربي نثل جهنم أغسط ربي دون نثل آخر إن شاء الله إيث مثل ونقل أنك الخير أصدر ربي ونقل أنك دي قد يفرج ربي في الناس ونقل أنك الحج أن أستيقظ ربي ويسعني رب لذلك خاب الإنسان أثني في ربي سبحانه وتعالى آمين والحمد لله رب العالمين. إيث مثل المؤمنين قد دور ثقيرا تزيف لنا غيوث المناسبة المناسبات السيرة النبوية. تفضل الشيخ، تفضل ويش الشيخ نرى جديد يعني أستاذ التعليم القرآني غيتشي عن الجماعة ترى يعني ديك الشيخ عبد الرحمن سيدي قدم. اللهم صل عليك رسول الله. أتزيف لنا المناسبة غيث مثل غفلومة الإسلامية مناسبة غيك سعادة زي القرآن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسيرة يسيث مثل سيكلي ينس يسعد دار النبي صلى الله عليه وسلم المحنة مقرف المناسبة هي كيث مثل غد يرزون فلنا ويقويد الحال أتنسين ونفهم ذا شو ذي المعناس ود النسفي ذي الدروس كتو درثنا هي ذكرى رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج هي مثلا ديوث المعجزة يدي في كاربي سبحانه يوش بحنا النبي صلى الله عليه وسلم قسيرينس لأن الأنبياء يأيدثنا ربي المعجزات والمعجزة شيء خارق للعادة للحاجة يقول لي سكتي ضربي سبحانه ما شيء ديني قزمار ذي خذم اللعب سيفسنس تي التأييد من الله عز وجل. رحلة الإسراء والمعراج يوث ديون الفوياج يوث الرحلة ان دقيق قوي ربي سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قمكة المسجد الحرام أكر غار المسجد الأقصى في فلسطين سينا كينغ المسجد الأقصى يسولي ربي غار 70 عنوان يند ربي سبحانه القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان يعني شوف ربي سبحانه الآية كير يتبين العظمة ينس سبحانه يقوين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قمكة غال المسجد الأقصى يسولي غال 70 عنوان بشغد يوري الآيات المعجزات ربي سبحانه وتعالى. قبل ذلك مثلا لأنه دي كفار الدرس يعني وزقين ساعة بشد المسلي غف رحلة الإسراء والمعراج لكن المسلي إن شاء الله هزقين الساعة أزقين إن شاء الله الفرصة بإذن الله عز وجل. أم خدو سر رحلة يقيم لماذا هذه المناسبة؟ أي غار ربي سبحانه وتعالى يخدم الرحلة يكين في محمد صلى الله عليه وسلم قول شو غس قوس ذا شو غضران أي ثمثنا المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد في السنة 10 للدعوة أس قوس ويس 10 قد دعوة في محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الحصار خذ ناس قبل يوم الحصار يجيون ومضيق قضع ناس من المكلة ذواما نور الزوج نور التجارة قضى ناس كل شيء يبطل ربي سبحانه وتعالى. في السنة 10 مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسعد دان يونس قوس دس قوس يصعب مليح لدرجة يسمى ياسس قوس الحزن عام الحزن
ذشك ظانديس إيموث عميس أبو طالب عمي سيث مثل ريومين ريس لكن ذن تغيك دفاع الفلاس ذن تغيك تران الكفار القريش وثني تشجارا ذن تعدان فلاس السنة دم قراني نبي محمد صلى الله عليه وسلم كسكو سنيني قموث ويحزن نبي نسمي قموث خطر يروح غوسي تبعيثي من لحظتين قرام يقرأ سا عمي شهد لا إله إلا الله ذن كيغاركي الشعر يوم القيامة إني دكلا إله إلا الله فانت يموت غف الديني ناس يموت غف الشرك والعياذ بالله ذينا النبي صلى الله عليه وسلم يتروي حزان لكن ينزل ضرب العالمين عز وجل القرآن من فوق سبع سماوات يعني ضربك القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ماشي كفوسيك ماشي كفوسيو ودهدو ضر ومين تبغي ضربين غي تهدون غسك النعب ذاكي غي عزي ثنبي إذا عميس وكني فديدس وكني مس الشرك إني صرب سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا ربي غيد يهدون المؤمنين الحمد ربي سبحانه غف النعم الهداية المؤمنين وغيثبت ربي غف الدين إموث عميس النبي صلى الله عليه وسلم عديو نشوك مقر سينا كيني عدك لك الشهر ثم تمطفيس خديجة خديجة وما أدرك ما خديجة عيش مثلا تمطوط لك القند قد وسد لها الضر ودن كفارة يعني كني قارن قل خصلة في نس للصفات ينس خديجة أم المؤمنين يكفيها شرفا أنه ذن تساثك ويتم الزوار فيك شمل غار الدين بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يكشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله خديجة رضي الله عنها تعاون نبي سسنة دينس سشينس سلقدرينس يرزق ضرب سبحانه الدريا ذيس يعني تمطف دبوب ليث مثلا خديجة رضي الله عنها السنة دم قرانين النبي صلى الله عليه وسلم ثم موت كسكو سنين لذلك كيف مثلا العبد ذا إلى قادة يفغى العقل نصح الموت تعار سماري مثوي عزيز فلاك ماشي ديني سهلا لكن وإلى قادة العبد ذا سينوه بلي كان ذميس كان يقموت النتانا وذي مسكي قموت النغذ بس أثند النبي صلى الله عليه وسلم موت نوي عزيز فلاس يموت عمي سموت ثم الطوثيس قد درجة لحزنك حزن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يس عام الحزن ذا سقوس لحزن لحزن غف الموت وذي عزيز في الناس وذي لحزن أنه الأذى من الكفار قريش يرنا ما لنت دون تزيك الأذى ثورا اسمي قموث عمي سموت الطوثيس وغلنو ذن تشتار وغلت عدين في الصحابة كثار فالنبي صلى الله عليه وسلم دري ريث مثل عمي سموث ثم الطوثيس سموث قريش قمنا ذمنا وثبرت ذاك الإسلام إفكتي ضربين المون دونتي لقد الحق الدين بعز عزيز أو ذل ذليل ذا شريخ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيس مثل خمم يفدك نقارن يستكثر أنه أبي روح يستدر مقارن الطائف نغ ثقيف سبعد غف المدينة غف المكة المكرمة قارن دزل 80 كيلومتر ماذا مية إذ بعد غفو شقرح في ضغنيث مثلا 100 كيلومتر في ضغنيس نتذون دوكليس زيد بن حارث في ضغن سنة رحنا إذ مثلا الحجاج رحنا خم ربي نويذ دي خم العمرة ويفقى ربي جميعا إن شاء الله نزور خم ربي سبحانه وتعالى زران ذا شو ذا الحموم النمكة إذ مثلا الحموم شي ذي نقز مغدي ماجيني بنادم الحموم مليح ذي الأعذاب ذي الحزن تموت تمطلطيس يموت عميس تكليف وضار ذي الهم من الدين ذي الهم من الدعوة ما احنا مقرفة يثمن 70 كيلو تيد في ضغنيس أسميق الحقا فدر اثنين يلو كان مقار قبل انتي تسود من العالي بل كسيس نقص شوية قل حزن وكذا قبل انتي تسيرو ذم يثمن قبل انتي تسيرو ذم يليون ذا شيز دينا يوني نيس يبغاد يستهزر في النبي صلى الله عليه وسلم إني يسول يفار بيغن وادي شقا ذا نبيغ ميكي دي شقاك شا وأيضا يسلو كالك شي ذا نبيغ شقلك أعظم أقليك الحاجة مقرف مشي ذي نيز مغلها ضغيس وماذا قالك شي ذي مسكدب وكين نواذيك فأنت أحقر من أن نحدثك ذا شو كيكش بشان هذا ضغيس كش تبغي ذا نبيغ استهزل في الله سيث مثل استهزل في الله صوض نمي السندهنا غشي مزيانا ذي مخلال وثنت سيد غاغن أشرف خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثوثن العيبة سيد غاغل تبعنت النثنير ولن تبعنت سيد غاغل
وثنتن وثنتن مي جرح لا يثمث. الله أكبر. إيك سعد دا النبي صلى الله عليه وسلم نكون أقلان له لدي مسلمان ونسعد دا ولو المحنة طبزيان دا غي سعد دي لعب هذي كفار ذي جحد وذي جهل أسيقى ربو يدي فكرة ربو يدي رزيقارة العيبة سعد كوس عيغارة يتحسب ربي أزر الشي سعد داني يرقزان باش يقضى غد الدين قارد لا إله إلا محمد رسول الله أسعد دا المحنة مقرف إيه هنا يسمثني قارد النبي صلى الله عليه وسلم إنك في الدوق المخين سيرو حكني قام الهم الدعوة الجرح الحزن يعني كمل ميد النخوال غكا فقد يمد ولا سين سيني سيغنان تذعني ستيلي ضمضق ولا شي سيغنا ولا شوالو ضي الطيجة كلي قارنا ماشي ذيني زما ذي سيبورت يلعب النبي صلى الله عليه وسلم يكو كير دكا فقد يماني ذا سيغنا يتذعي فيت ايضا مو عجيز ربي سبحانه إني كسمي مقلق ذا سوان ولغ جبريل عليه السلام الملك من الملائكة سيد الملائكة يسلمد في اللي يسلمد غف النبي صلى الله عليه وسلم يسي يا رسول الله أثنى ربي ولد إني كخمل القميش بلكت سنوض ربي ولا ربي زرات ربي يعلم إني يسأثنى ربي سبحانه وتعالى غشي يعيد يذي الملك ذرار ملك الجبال مر هو يأتمر افكس كل مر أغبل ذيس ذا شارس يني العب ذيث مثلا قل ما احنا كنتي الحزن يغبلان الجرح يذمن تعدك شو سنطوي ظل خير تقول ذا سنل الصلاح تقول ذا سنين الهان نفني غد تعدان في الله وكيني ربك تشي على ملك دورة أمري ثذي أتامر ذا شارس ثانيا قد حدك نغس يني كني قرن خدم ذي سنة تيري كني قرن زرم بشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الملك دورة يسلمد في الله يستأذن إني سي رسول الله ما تضغط سيني ذو راغيز ندي الزين لأطبقت عليهم الأخشبان سيني ذو راغيز نسدك له إني سي نبي صلى الله عليه وسلم عسى الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا إني سي ماشي ذي يشتكي تمنيه تمنيه قرب بغاثني ديه ذو الخير ولد جن درياسين لعيب ذري نصران الدين ونعم ونعم ربي سبحانه بعد سنوات قعدان الجند قد ريانس الصحابة غيم قرانا التابعين إقنا صرنا الدين زرامي يتمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشي ذي العبد يكتحبيني ذمن يكتحبيني ذي تعدي غف العباد يسمح قلح قيس يتمني لهيدا يغي مدن دينا يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم عيون الدعاء معروف دعاء عظيم قشدان ذي المحنة ذي الأزمة إذ عس الدعاء إنس اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك دعاء عظيم يثمن اللهم إليك أشكو ضعف قوتي اشكغى ربي سبحانه الضعف من القوينس ذي القلة الحيلينس ذي الهوان غفل غشيا إني سندري فرض يا رب العالمين إلى بعيد يتجهمني أرويني بعذني يتعدف لي نغرويني قربا كيف كيف يتعدي في الناس ملكته أمري لكنين كاملي سيضان زرمشي سينا ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يا ربي غيني يضرنكك يهون المهم كشي تغذف لي زرمي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يكسعد نكون ذلبتي لنظر زيان جهالا العبد ذي مثلا المؤمن إلا قد يسعو العقال الذي يسعو الإيمان أين يزدي في كارب بس يني مرحبا أكي بلا ربي أكي متاحن أكدي في كل أهلاك أكدي في كل موت أكدي في كغب لا نحمد ربي سبحانه إن لم يكن بك علي غضب فلا أبال المهم أرضى ربي سبحانه مثيل الدنيا الدلفانية ذينا غيث مثلا يسعد دار النبي صلى الله عليه وسلم المحنة مقرث المحنة مقرث لكن أكني أصحاب انتقيف قمنا ذمنا أصحاب الطائف قمنا ذمنا ربي سبحانه غيش يعز طائفا نظن ومنن زرام نوثن ذي الجن ذي الجنون نعم في تلك الليلة إشي عزر بالطائفة للجن شو من غير الإسلام ومن لأنه مثل الجنون الخلائق
يخلق ربي سبحانه، يخلق ربي العباد، يخلق الجن، يخلق الملائكة، ويخلق ربي غير يعلم. فالجن مثلا مأمورون بالعبادة كما نكون يعني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني كني بنادم يمارث ضرب بالسطاعة، ولا الجن يمارث ضرب بالسبحان. لن الجنون دل المؤمنين، لن الجنون والعياذ بالله كفر نصر ربي سبحانه. إن ضرب سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من ويجركم من عذاب أليم. في سورة الأحقاف. يعني ذي الجن سلاني والله ربي سبحانه وغلغلقوا من سنة نسني هي وتسلم والله ربي أتسلم القرآن أتبع ما برضى ربي سبحانه وتعالى. فيثمثني كرمي ربي سبحانه بإسلام طائفة من الجن يغلدن في غار مكة. الهم الحزن يموت عمي سمو تنطوطيس الهم الدعوة قمنا ذملا طائف جرحنت الضقف لسدونيس عند غير أم كريس الحق الدين أم كريس صوت الإسلام غال الموند الزينة زبارتو ميث مثلا يكرمي ربي سبحانه وتعالى زعم شو شي ذكره يكرمي ربي سبحانه وتعالى يشبع إشيعة جبريل انت ذقيض يقل هني جبريل يا رسول الله يقارك ربي سبحانه أروح غلك عبا شريفة طوف سبع الأشواط يروح يطوف سبع الأشواط ذقيض يفوك الطواف يهجيز ربي سبحانه يوثن الدابة يمقان البوراق أتناك لقارن كدي قارن النبي صلى الله عليه وسلم وغيولا كرامكم الله ذو سرذو معجزة من معجزات الله كنك خلق ربي كل شيء إزمار دي خلق ربيني كذغا يقويز دي البوراق يركب سيدنا جبريل يركب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يستركا ويرقوبريد أندر يروح يعني ما هنا ضرب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ضقيض من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. يقول ربي سبحانه مكة غمض فلسطين المسجد الأقصى المسافة تم طرانت مشي ذي نزمر دين العب لكن المعجزة ربي سبحانه الفواياج كيما ضقيض مكة غال المسجد الأقصى المسجد الأقصى غال 70 عنوان ويقول دغار وخامس فسمتين اسم زيل التحميات هذه كذب العبد لا ولا ربي عز وجل يثمن ما تكذب ضب ندم تقارد اشتكاو دي الخرافة مكش منها وكي كي قانك كي العيب استهزي وتعليم لك شنسي تكيض ايش شم كيد لولا ضم كي كيد يخلق ربي في كي جعل ربي ترسبيريا كيد يخلق ربي اليونيفير يخلق ربي اشياء عظيمة فهي كامل تعجب ضرع استعجب قل معجزة وهرب رزميرا وهرب يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وإذا لم ربي سبحانه ما يبغى ربي الحجر وتضغى يقول غار المسجد الأقصى المسجد الأقصى مثلا ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمارة نحكو غفلي رحلة إسراء المعراج ماشي تسقسية نحكو تسقسية نويل فإذا لكن زرت الواقع نغندث المسجد الأقصى مثلا مسجد الأقصى دنسنت يا عذون ربي مسجد الأقصى احتلنت يا عذون ربي أثمثنا النار أن ذلك الشمن يعني قل الشهر ويس أربعة قريب ويس خمسة نثني قل محنة تم قرانة الموند كامل يسولي هل يطرى النبي محمد سعى سمثي أرضو واشتا المصر ينسي ودنس من طرف اليهود الغاصبين يقويث غار المسجد الأقصى يلحق غار ذنيث مثلا قل وقت نير إلى حصرا طرومان يعني غلاق ولاش ذي الجامعة ولاش حد أسميك كش من نبي صلى الله عليه وسلم يوفثي تشغل الغاشية من هوثن العيبة ذي نفير يعني مرة أنوز ديس فهم جبريل عليه السلام أسمع رثي سقسية جبريل ده شو استينسي تايث كذا وكذا من هوثن العيبة ذي نسيت كان ده شو سينا جبريل عليه السلام صلوا على رسول الله إني يا محمد وإذا كنت الأنبياء والمرسلين الله أكبر ذي الأنبياء ذي المرسلين قسمك خلق ربي آدم عليه السلام أمد عيسى عليه السلام صبند كمل
باش استقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استقبلت قال المسجد الاقصى ذات مثنيس يون الدين دقوين يون طبراتي دقوين اني اسنت كرمه الظلم سنة ركعات انا ورا قدم عند الشيخ ذا شويخاتك يعني ذا الانبياء انا ورا قدما يكر سيدنا جبريل نيس يا محمد يا رسول الله قدم ذاك الشيخ يظل نيس يشرف في ربي سبحانه وتعالى سي بوسيس القار امام الانبياء والمرسلين ذا الامام الانبياء يزوس الانبياء والمرسلين يزول يسال تي تبغى تربي بغا دينيا بلي الدين يصحان الوقت كنا الدين ديقوي محمد صلى الله عليه وسلم الديانه تاع الدان غير الشرائع وسنت دي القوى من سن الوقت سن لكن مجرد انه مثل يشيع ربي محمد صلى الله عليه وسلم اما ذا سمر تقوم ساعه الدين يكن يصحان ونيق بغا ندي عبد ربي سب غير الاسلام وثق قبل ربي ان الدين عند الله الاسلام وقال ربي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك كيف مثلا أتظرم الشرف أن الدين كير يكون كرم ربي سبحانه أنه يعز يكون ربي سالإسلام وأن يكون ذي القوم يعز ربي سالدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الوقت الأذن نعم يظل يسنيث مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلام بياذ المرسلين أروح قل غريم القانسان غير ربي سبحانه ذي ناين يا سيدنا جبريل عليه السلام يقول غاريون الجامعة ذي نقانس قبة الصخرة قبة سنين تولي ما كان تموك شغل ندهب المسجد الأقصى ذي ناين يقن النبي صلى الله عليه وسلم الداب بين سميقان البوراق يقنيت الصخراني يون وروشي غيقلان دينيث مثلا ذي ناين سولي ربي سبحانه وتعالى والسماوات السبع يولي غار سبعي جنوان لماذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيوالا الآيات المعجزة المقارنين أذن كنا بعد الأذن إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى إذا مثلا كنا ثانومي محضر لجمع التبرعات لفائدة الجمعية الدينية لمسجد إقراء مسجد جندوز بلدية فرعون ولاية بجاية يليون سوينيك زمري سوينيك صوت أجر الجميع على الله أغيف قرب الخير إن شاء الله. أذكر الخير المزين نجمعا تفضل. شعفية وندسونا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا
إله إلا الله لا شريك له. يا المؤمنين نرد الذكرى رحلة الإسراء والمعراج. الذكرى عزيزنا مليح سير النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبق نرد شحال يقنع عتاب النبي غاف دينك إن عتاب العتاب مقرن مثل نوي عزيز فلاس يعني غيس عدل المحنة مقرد باش يسلح قرد الدين وربي عز وجل يكرمي سريح ليك الإسراء والمعراج باش يسكس الحزن باش يسدي بيان ربي بلي ربي غثل يذس ربي يتوقلد ربي يتواليد سبحانه وتعالى. فرحلة الإسراء ثموق المسجد الحرام مكة المسجد الأقصى المبارك أثيد يا ربي غرفوسين سلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى ذينا غيقزول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين يزول يسن فكان سرايا خاتم رسالة أنه ذنتد خاتم النبيين والمرسلين أنه الدين كينس ذا الدين صلحا لكل زمان ومكان. وفي الحقيقة غيز مثلا الأنبياء كامل ذا الرسول يتبرت دقوين تبرت لا إله إلا الله إيج مخالف نقزمان وغويض شرائع القوانين إيدي نزل ربي سبحانه يولى القوم غال القوم تنزل ضربي أمور لكن الأنبياء يشعيه ضربي القوى من سن لكن محمد صلى الله عليه وسلم يشعيه ضربي العباد كامل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كدين ربي. وينتقل الآية نظن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدين كينس سفقن ضربي سبحانه الأنبياء اسمي زولند فيرس بليذ ويذ الدين قلاني لقد تبع عن العباد كل كسوى الوريجين داق الانسان ذا قبيلي نغضى عرب نغضى رومي نغضى قنيزي كل كسوى الوريجين داق لسنا غلص ليس إلا قد يتبع بريذ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا بريذ الجنة ثيث مثلا نرد رحلة الإسراء فوق ذاكي ذي نيسولي ضربي سبحانه وسبعة غنوان كل غنير إملاقذ نبي من الأنبياء يقول غار ذي نيقول غور ربي عز وجل عند سدرة المنتهى ظهرت بزاف الأمور مثلا دينا غد نكمل إن شاء الله قد سيدي الدون ميحي ربي سبحانه وتعالى نقول سولي إن شاء الله عز وجل إذ مثلا قلق دس الجمعة دس الخير والرحمة دسن الدعاء أندعو ربي سبحانه وتعالى يعني ثمين إن شاء الله يبارك بقبرين الخير يا رب بقبرين الطاعة يا رب بقبرين الدين إن شاء الله هذه سزدي ربي ولا ولنا هذه جمع ربي الشمل لنا هذه زدي ربي ثاني مسيرنا إن شاء الله وثي ثاني موضان هذه صحة ربي موضان إن شاء الله إي موضان يقول لك سبي الطغاف أدقلهم بخير وعلى خير إي موضان يقول لك خامنة ثني صحة ربي وذي موثنة ثني أرحم ربي ثني جعل ربي نث الجنة نث رحمة ثني جعل ربي ذي قريب للنبي صلى الله عليه وسلم ثني جعل ربي قذ ميعفى ثني جعل ربي قذ ميرضى أيث مثلني ثمي إن شاء الله دق سير دي طلبنا كراء الدعاء سعى المشاكل كخام ننسان ولاش المفاهمة ولاش كان لاني غبلان أنا ربي غادي كسي دي فرغ غبلان إن شاء الله دي صرص ربي لهنا كخاما دي صرص ربي لو قام كخاما دي فكر ربي غا يسعدي إن شاء الله دي بعض ربي إن شاء الله الغل الحقد الحسد وغي جعل ربي إن شاء الله ذات مثل غا في الدين أغي ثبت ربي غا في دينك إن شاء الله أغي جعل ربي إن شاء الله قل خيرا نقطوك الشرع من الجو أو نقري فسنا قل قلة وغديها قير بي قبلا خاص إن شاء الله أيث مثلين ثمين وين قلنك طلاب عن سيقظ ربي وين قلنك الخير زدين ربي وين قلنك الحاجة زدي استجب ربي وين قلن غفير فريدة ديها ذو ربي سبحانه وتعالى أديها ذو ربي وريها ذير إن شاء الله أدي زدى ربي ثق مسيحة إن شاء الله أريج على ربي أمي قدسنا رحمة ويتكيوا أريج على ربي أمي غولذن الخير ويتسني الغربة أريج على ربي أمي قرمون من الخير ويدلوا إن شاء الله أريف قرب الخير ومتخير إن شاء الله أيث مثلين ثمين دعوث إن شاء الله عز وجل لو ذيك مثلا طلبنا الدعاء مثلا سير الهلاك كرمكم الله السرطان بالمناسبة غادي نغيث مثلا اللعب مي بلا فربي سلهلاك يسيس ديك ربي قدنوف فلعب غسي موت سلهلاك نغبلا الهلاك وزميرا لعب ذيك رديني فلان مثلا اللي كرهي ربي غير فكيز الهلاك يعتبيت نغفلان يحبي ربي غير روح سيف الدين خاطئ ويظلم ربي سبحانه وتعالى الهلاك لعب ذي صبرا يمساعدو يسيس ديك ربي قدنوف فندعو إن شاء الله ويدق مثلك إن شاء الله سيرنا لك أثناء رحمة ربي رحمة الواسعة أثناء جعل ربي نث الجنة نترحمة نجعل ربي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم نجعل ربي إن شاء الله العثب السنق الدني ثكان نجعل ربي إن شاء الله من الشهداء لأنه العبد غير مثل سلاه لك وعبوضيس مثلا
يعدد النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء أن يتقبل ربي من الشهداء إن شاء الله. ندرد المسجد الأقصى المبارك وثمثنا غزة فلسطين أثنين صار ربي سبحانه وتعالى أثنين صار ربي سبحانه وتعالى أثنين صار ربي سبحانه وتعالى أذي سدد ربي رمي المجاهدين أذي صوب ربي رينس إن شاء الله أدي سكوالا ربي غيم سلمان دا المؤمنين أذف دن وثمثننس إن شاء الله أدي حرب المسجد الأقصى أثي دي ربي ذزدها إن شاء الله أذي دنس ربي اليهود الغاصبين وثني جعل رب إن شاء الله من المغضوب عليهم يا رب العالمين. آمين وآمين وآمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. مبارك.